ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم بالخير لقضي إليهم أجلهم ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون
خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله غير هذا أو بدله لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله بقرآن غير هذا أو بدله لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات آياتنا بينات آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي أن أبدله من تلقاء نفسي قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إلا ما يوحى إلي إلا ما يوحى إلي إلا ما يوحى إلي إن أتبع إلا ما يوحى إلي ما يوحى إلي إن
أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم 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 قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به ولا أدريكم به عليكم ولا أدراكم به ولا أدراكم به ولا أدراكم به ولا أدريكم به عليكم ولا أدراكم به قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به ولا أدريكم به قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدريكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله فيكم عمرا من قبله فقد لبثت فيكم عمرا من قبله فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أو كذب بآياته فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته 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 فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض ولا في الأرض ولا في الأرض قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون سبحانه وتعالى عما يشركون سبحانه وتعالى عما تشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا إلا أمة واحدة فاختلفوا إلا أمة
أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف
جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق أنجيهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم بغيكم على أنفسكم يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام
الأنعام نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام والأنعام كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس أتيها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس أتيها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم من يشاء إلى صراط مستقيم